15 دقيقة فقط تفصل صواريخ أمريكا عن موسكو. في صواريخ أمريكية موجودة في القطب الشمالي بتهدد روسيا، في غواصات نووية أمريكية عند النرويج بتهدد روسيا. كام دقيقة ممكن تصل الصواريخ الأمريكية سواء من الغواصات أو من القطب الشمالي إلى العاصمة الروسية موسكو؟ مش إلى سواحل موسكو على البلطيق، إنما إلى العاصمة الروسية موسكو. الرئيس بوتين هو اللي قال المدة، قال إنه 15 دقيقة فقط المدة اللي ممكن تاخدها الصواريخ الأمريكية لتصل إلى موسكو، لأن الصواريخ بقت قريبة جدا في القطب الشمالي أو غواصات نووية عند النرويج. فالرئيس بوتين بيقول إن ممكن صواريخ أمريكا تصل إلى موسكو في ربع ساعة، إلا إنه بيتكلم بدبلوماسية هادئة وبيقول إن إحنا لا نعتبر إن أمريكا عدو، وإن إحنا كنا حلفاء في الحرب العالمية الأولى وحلفاء في الحرب العالمية الثانية، وكنا متفاهمين وحلفاء في الأزمة النووية الإيرانية. فإذا كنا مع بعض أمريكا وروسيا في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وتفاهمنا في الملف النووي الإيراني، يمكن أن نتعاون فيما بعد. وكلام الرئيس بوتين رغم أنه الصواريخ الأمريكية على بعد ربع ساعة من موسكو، إلا أنه لما قامت حربين عالميتين فيما قبل كانت روسيا مع أمريكا في صف واحد، سواء في الحرب العالمية الأولى أو في الحرب العالمية الثانية، وبالتالي ما فيش مبرر ان تكون الحرب العالمية الثالثة روسيا في مواجهة امريكا، لان روسيا لا تعتبر امريكا عدوا. اذا الرئيس بوتين رغم حديثه الدبلوماسي الهادئ الا انه قال رقم او مدة زمنية تعتبر مثيرة للغاية، انه 15 دقيقة فقط مدة تصل فيها الصواريخ الامريكية الى العاصمة الروسية موسكو.